Oui. Non, non, non. Non. Oui, oui. Oui. Oui, oui. Non, non. Oui. Bye bye, bye bye, bye bye. Enchanté. هلا هلا بديع. الشغل ما بيخلص والعمر بيخلص والانسان. أنا لفورك. هي أنا مبسوط فيكم كثير. أنا عملت لكم هاي العزيمة لحتى نصفي القلوب، لأنه مو معقولة كلب ينزع العلاقات بين الأصدقاء. أنت ليه لما قلت كلب بصيت الناحية دي؟ لا أعوذ بالله حشاك. صدفة؟ لا. سبحان الله. صدفة. فمشان هيك أنا مبسوط فيكم كثير وبحب فيكم وبقلكم قولوا الله يا رجال. الله يا رجال وناكل؟ أيوه. الله يا رجال. الحقيقة يا بديع أخويا مش جديد عليك، أنت طول عمرك سباق بالخير، طول عمرك بتجمعنا على الخير والحب والسلام. يعني لا يا بديع والنبي يعني خليك معانا عشان أنت اللي هتحاسب في الآخر. بديع يا حبيبي. بديع ما في أحلى من المية والخضرة والصحبة الطيبة. طبعا خصوصا لو ببلاش. ها الأكل على قدر المحبة. طب يا ابني على مهلك، انت حاسس انك هتستشهد بعد الاكله دي ولا ايه؟ يا ولا انت بتاكل فاخر زادك بالراحه على مهلك على مهلك. قولوا الله يا رجال. قولوا الله يا رجال. انا مسافر قبل اتنين. كيفك يا معوض؟ بديع باشا. صباح الفل ونالا ونسرور يا باشا. لك يسعد لي هالصباح الحلو حبيبي مع الباشا. والله طمني كيف المستاجرين فوق؟ ان شاء الله هيك على كيفك يا معلم الباشا. على قلق انت ما بتجيب غير كل عيال، انت عيال ومجيبك كله عيال اهو. على الاقل احسن من الاستاذ وائل داي كان بيطالع وبتنازل كان قلبها مرضخانه. لك لسه بتقلي وائل؟ لك وائل واحد سلبينا. أنا ما بجيب لك غير الناس الكويسين اللي فوق فوق على مستوى. أيوة معلم باشا على الطلاق. أنت معلم، أنت معلم بديع باشا معلم. وإحنا منك نتعلم نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وإنت مش على الطلاق. أنت رايق غاية أحسن واحد عندي في العمارة بلا هم يا راجل. لك عود عود لك لك دنيا فاضية. طلاق يا باشا أنا لما بشوفك عارف الجمال له ريحه يا باشا. والله العظيم له ريحه. لا والله يا باشا. عملك حاجة شوطه؟ تعرف يا معوض؟ ايه يا باشا؟ الريحه اللي طالعه منك بتذكرني بريحتي ايام زمان. لما كنت مثلك جربوع. انا برضك يا باشا بقول ان فينا حاجه من بعضينا كده، حاجه مشتركه يعني. اقول لك يا باشا أنا حاسس إن أنا وأنت إخوات من زمان. أي أيوة والله العظيم من أيام ما كانت مصر وسوريا إيد واحدة. أيوة وتطلع الشقة اللي أنت فيها دي باللي فيها بتاعتي ويكون أبويا كاتبها باسمي أني. أي أيوة والله العظيم يا باشا. إيه يا باشا فيك إيه؟ لك شو بك أنت معوض؟ احترم حالك، احترم نفسك. مالك يا باشا؟ لك الناس مع أمات. شو رأيك تفتح موبايلك وتتصور معي سيلفي؟ صحيح إنك واحد سلبينا. بينا على الطلاق ده انت هوب بس تنجلينا. ان شاء الله تقبشني بروتيلاتك لم اي يا زنزون. يا ولد حدو يا ولد حدو يا ولد حدو يا ولد حدو. شو شو في شباب؟ يا ولد حدو شو في؟ كنت على السطوح؟ ايه. قام سمعتوا اصوات بحال 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 غريبه. ايه. قام هربتوا ونزلتوا على الدرجه. ايه. قام شفتوا عفريت يا جني والله يا حدو. حدو؟ ايه. قوم. ماني قايم. قوم حدو. ولا قوم قل لك ماني قايم. والقام اقول لك قوم نفخ قلبي قوم. انت ماني قايم. مؤياد؟ كأنه طلعنا من النص انا وياك. ما حدا حكى معنا شيء لا المخرج لا المنتج ولا. وينك؟ بان قراب ما حدا لحدا. ايوه. قوم قوم ان شاء الله. شك. قوم ان شاء الله حدو. لك يلا يلا يلا. قلت لك ما اقعد بعد ثانيه وحده يا زي. خلاص
ايه يا باشا في ايه؟ هذا انت؟ ايوه في ايه؟ لك شفناه بعيوننا قايم قاعد شبح مثل ما الله خلقه. يا باشا يمكن يكون بيستهيأ لك حتة قماشة نازلة من العاشر وقع على الثالث عيل صغير الكعب الوقع ما فيهاش حاجة يعني. هاي شكون؟ شبيه الله طعم نقلك شفناه بعيوننا بعيوننا. كيف زي غريبة يعني؟ يعني عايزة تقول إن هنا في أشباح وعفاريت؟ البناية مليانة أشباح وعفاريت. هي ما بدهاش يا باشا. أنا لازم أقول لكم على الحقيقة. فيكم من يكتم السر؟ الموضوع كبير. من يجي 15 سنة الشقة دي حصلت مشكلة ما بين الست دولت وما بين الأستاذ عدلي. الأستاذ عدلي قام واتنحمر على الآخر. انتحر. ايوه دي اللي حصل. ومن ساعتها معاد انتحاره في نفس الساعة واليوم والسبوع والشهر والسنة. الريح بتهب والقلب بيدب وكل اللي ساكن هناه بأعلى صوت بيسب. ايوه هلا مين اللي ينزل؟ مين عدلي ولا دولت ولا مين قعد؟ منو يعني؟ منو؟ قاعد فين يا باشا؟ اللي بيجوا بالشقة. يا عم ما فيش حاجة اسمها الكلام ده يا باشا. ده اللي بيحصل في الأفلام. أنا قلت أعمل زي ما بيعملوا في الأفلام يا باشا. يعني بذمتك أنا مش أحسن منيهم؟ يا زي يا زي طوشت نفسنا وأنت تنطينا محاضرات وز 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 وز. هايش بك يا الله؟ تنطينا دي تودينا في داهية يا باشا. والله اسمع كلامي. أعمل إيه دلوقتي؟ أعمل إيه؟ كش برا كش برا. ما نمشي أخرج. أنا قلت يعني لا خلاص خلاص درمي. أنا رميت الزبالة. ميرفت 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 يا رب تكون نامت عشان أشتم براحتي. زفتة ميمي ميرفت. يا لهوي شفت يا صلاح اللي حصل؟ الشقة اللي قدامنا طلع فيها عفريت. امشي بعيد يا عفريت امشي بعيد يا عفريت امشي بعيد يا عفريت امشي بعيد يا عفريت. والعفريت ده الانجليز اللي امشي بعيد يا عفريت. انت طالع مظاهره؟ اقعد انت تتريق كده. قوم يا صلاح شوف هنعمل ايه في العفاريت. اه خلصنا من الشغاله ومن الحرامي طلع لنا العفاريت. طيب انا هفترض معاكي جدلا ان في عفريت. تفتكري لو طلع لك عفريت هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يشيلني؟ وقف الكلام هنا. يشيلك ازاي؟ هو عفريت شحط مبروك؟ يشيلني ويجري بيا لعالم الاشباح الكبير. عالم الاشباح الكبير؟ اه انت بتتريق يعني فاهم ان انا بقى ايه مش قادر على يا حبيبي. الوزن ده في عالم الاشباح ما يجيش صباع. انت ايش فاهمك انت؟ قوم يا صلاح خلينا نتصرف يا صلاح. تصرف ازاي؟ عايزين نطرد الاشباح يا صلاح. امشي بعيد يا عفريت. انا هنام. لا يا صلاح يا صلاح. وبعدين التوم ده انا عاوز اقول لك على حاجه. انت بتعمل ايه بالتوم ده؟ هطرد بيه العفريت. التوم دوت في مقولة كده والله أعلم هي صح ولا لأ إن هو بيطرد الزومبي مش العفاريت. إنما كل فايدة التوم إن هو بيقلل الكوليسترول شوية وبيسبك الأكل. ملوش علاقة بالعفاريت يا روح. والله؟ يعني أنت هتعمل إيه دلوقتي يا صلاح؟ هتنام؟ نعم ماشي. يا لهوي! قوم يا صلاح بقى عشان نتصرف. امشي بعيد يا عفريت، امشي بعيد يا عفريت، امشي بعيد يا عفريت، امشي بعيد يا عفريت. امشي بعيد يا عفريت امشي بعيد يا عفريت امشي بعيد يا عفريت. كده يا عفريت. يا رب مريحني انا حالي انا. ايه على فين يا باشا؟
شو على فين يا باشا؟ المطرح كله قلم قايم عبى عفاريت وجن وزومبي. امشي امشي زومبي ياخذ يا استاذ حدو بتجري وتمدو. تعال مالك اللي بيجي شوفي يا معود شوفي طلعوا من البنايه هول؟ مش عارف والله ايه اللي جرى لهم، ناسين يقول لك العماره فيها عفاركوش وفيها عفريته وفيها مارد وفيها شياطين. جنوا دول اللي شو عفاريت وجن والشياطين؟ شو هالحكي البلا طعم هاي؟ شو هالمسخره؟ ولا وين الفكر؟ وين المنطق؟ وين العلم؟ وين الثقافه؟ صرنا بالقرن ال21 بعد في ناس هيك بتفكر؟ اي والله كلامك مزبوط، بس وحده في القرن ال21. يا سلام لم انت كمان مش عارف نحن باي قرن؟ ما انت اضرب منهم. سبحان الله الايام فايته زي الصاروخ يا اخي. ده احنا كنا لسه في الحقبه الجراثيه. لهجه الدنيا تعدك ده. وقف عندك وقف عندك. تفضلي. شو هالضربك هاي؟ شو هالضربك؟ هول المستاجرين من يومين الشقه هلا تركينا خلاص مش الحال. ايه واذا تركين الشقه شو هيك بينزلوا دربك على الدرج ولو شو هالقله الذوق هاي؟ يا حب مرعوبين. قال في عفريت الشقة مسكونة. شو؟ عفريت؟ وين في عفريت؟ كيف في عفريت؟ بشقة الدولة. والأضرب من هيك عم بيخبرني معوض قال هيدي روح عدلة جوزة للست دولة. لا عم تمزح. لا عم تمزح. شو المصيبة هاي؟ يا مصيبة انت بتأمني بهالاشياء يا حب؟ شو هالحكي هذا؟ حب ما حق معدل انتحر بالشقة اللي هون، يعني أكيد هيدا العفريت تبعه طلع هلا. عم كبر عقلك بلا هالمسخرة. حب مش عم بمزح، أنا مش قاعدة ولا دقيقة بهيدي البناية. هلا بتروح بتدور على شقة تانية على بنية تانية لنقل غراضي، أنا فايتة ضب غراضي هلا. أو بتروح بتمسكوا لهالعفريت وبتقتله. يا سلام لم امسكوا وقتله، شو هو اللي بدي امسكوا وقتله؟ شو هو فار أو بسان؟ حب مش عم بمزح معك. أنا مش قاعدة ولا دقيقة هون. يا ويلي إذا الخبرية كانت مزبوطة. ولك أنا بعفريت واحد مش مخلصة، بدي أقعد مع عفريتين ببناية؟ عفريت؟ قاعدة مع عفريت واحد مش مخلصة؟ الله الله يسامحي حبيبي كبري عقلك. السيد عدلي لين تحر لا يهرب منا لدولة، هلأ عفريته بدي يجي بإجراء لحد عندها؟ ولو مش ظابطة. يلا قومي جيبي الطاولة نلعب دق قومي. لا 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 انا مش بتحركي من هون من مطرحي الا ما تلقطوا له هالعفريت وتقتلوه. يا عم اطلعي لي من هالخزعبلات بقى ولو. بكون عم بنزلوا العفش. الو يا راجل انت بتهزر معايا؟ ايوه يا راجل انت ماشي مش شقة. بقول لك انا مش عايز اعلي صوتي عشان الناس. شوف لو عندك حد تاني. يلا اخوي يلا سلام. فضائل قل هو الله احد. فضائل قل هو الله احد. فضائل قل هو الله احد. بتعرفي يا ابو ران هالشغله كلها مو فايته راسي. لا ايوه هدول الشغلات ما بينمزح فيهم بنوبها. كمل. فضائل قل هو الله احد. 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 خلصنا. دوري شو عم تعمل؟ خلصت خلصت. بيصير تغني ونحن عم نعمل هدول الشغلات؟ ما بيصير خربت كل شيء. يلا رجع من الاول. من الاول الاول؟ من الاول يلا. حاضر حاضر. بسرعه. هاي بسرعه. ها. فضائل قل هو الله احد. 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 على تقرف. على فين يا صلاح؟ راح ارمي الزباله انا كل رايح فين؟
صدق وتؤمن بالله يا حاج. أنا إيه ده؟ اللي في وش حضرتك ده؟ دي ألوان الطيف. أنا لولا الملامك طولت على حضرتك شبح. ما أنا شبح. لا أقصد شبح بجد. ما أنا شبح بجد. يا عم أقصد عفريت يعني. طب ما أنا عفريت. عفريت بجد. طب ما أنا عفريت بجد. طب ما أنا خفت. لازم تخاف. طب ما أنا خفت بجد. لازم تخاف بجد. شوفي شو بك؟ شوفي ليه مصفر هيك؟ ما تخوفني. شوفي طلع علي. مين؟ طلع علي. طلع علي. مين طلع لك؟ شبح عدلي. شبح عدلي جوزة للست أولاد. أنا بدي هلا في الملأ. هلا من البيت. هلا بدي فل وبعد ولدي أهو. وين بدنا نفل من البيت؟ كيف بدنا نترك البيت؟ ما هو قاعد على الدرج. شو الدرج؟ على الدرج هون. شو بدنا نعمل هلا؟ هلا ما فينا نعمل شيء يا حبيبي. هلا نحن بنقعد بالبيت، بنسكر الشبابيك، بنسكر البواب وخلص، لأنه بيقول الأشباح ما بتطلع إلا بالليل، بالنار ما بتطلع. مستحيل أنطر لنهار أنا أقعد أتفرج هيك ناطرته ينوي لنهار. أنا مستحيل هلا بدي أمضي بالغراض هلا. يا عمي وطي صوتك، هلا مروان بيحس علينا، خلص صباح رباح، هلا بنقعد هون بأرضنا، ما بنتحرك. انشانتي. قلت له عندك حق. في ايه؟ في برا عفريت. يا راوي اجري يا بنت هات الطم بسرعه عشان قلت لك ما صدقتنيش. هات هات انت جايبه بصل. قوم نحصل نفسنا. امشي بعيد يا عفريت. 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 خدها في ايدك يا عفريت. خدها في ايدك يا عفريت. يا خسارة مشي من غير ما ياخدها يا صلاح. رخم قوي عفريت رخم. لا والله يا صلاح ده طيب. ده حتى خد الباب في ايده خايف الدبان يخش. شو من أبوران رح ينشال باطي. جايتك اقرا المعوذتين لخلص هي انا. الله لا يوريك اللي شفته. ما كنت صدق لحتى شفت بعيني منظر بيشيب شعر الراس. قلت لك بس انت ما كنت تصدقني. ايش مفكر شغله مزاح؟ لا والله مو مزاح. فضايل القلوب. يلا يلا سمعني الحرز يلي علمتك اياه. بسم الله بسم الله بسم الله. تامهور شمهور كشهور يا خدام هذا الاسم. حصن عبدك بتحي ابن زليخة وابو رام بنت فوزية عود البان من بحق هذا الحرز الحصين ملك الرصين وعين جبين وغوث المعين من كل هامة وطامة وشر الشرور السفلي والعلوي ومس القرين. ما الله يهدي سرك. خلصنا. الله يوفقك الله يوفقك. إذا بتحبيني سايريني كمان طاسة تانية. إيش مفكر شغلة سلاية؟ خلصت لنا الخزان لك بدي. شو بكي بوران عم تبخلي علي بطاسة؟ طيب خلص آخر طاسة ها. فضل القلوب الله واحد. فضل القلوب واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بهاف بوران شفت شي؟ كأنه في شي عنا هون. يا جماعة صدقوني منا تهيؤات منا تهيؤات. أنا شفته خي. أنت بديع ما شفته. أنت ما شفته. أنا شفته. سيدك بلاش السيرة دي. أنا كل ما اسمعها بطني بتمشي وعندي مغص. لا 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 تخيل خي صلاح مش وقت المغص هلأ. تفرط هون أنت قاعد ببيتي معليش يعني.
يا جماعة لازم نلاقي حل. شو الحل؟ أنا برأيي تعملوا مثلنا لحي طبيت غراضي كلها وأنا ماشي بعد شوي. تعوا مشوا معنا إذا بتحبوا. أهلا وسهلا. أنا رأيي من رأي السرزين، إحنا كلنا ناخد بعضنا ونسلم البناية دي ونمشي نعزله من البناية. سكوت أنت خي مضوع عوض. سكوت أنت شو فارقة معك؟ نحنا اللي بنخسر، نحنا بنخسر شققنا وكل المصاريف اللي دافعينا. أنت شو خسران اسم الله عليك؟ أخطريه أخسر دكة يا أخي. خدها معاك أنت حمار ولا إيه؟ إحنا لو مشينا ناخد الشقة بتاعتنا مش كده حبيبتي؟ طبعا علي الطلاق طول عمري بقول عليك حويطة يا أستاذ صلاح. حوطت زفو سلفو بلاي. لك يا حبيبي إذا الناس عرفت إنه شقانا فيها عفاريت الله وكيلك بينزل سعره للنص بصير للكب. قال لي قال لي جوكي يا روح من هون. خلاص بقى الراجل قال لك قال لي جوكي. خلاص يا باشا ما دام قال لي جوكي بس بالراحة لأحسن يطلق له عرق ولا حاجة. سلام عليكم. كل هالمصايب من تحت راس دولة وجوزة إلهي غمق له مطرح ما هو مغمق. أنا برأيي يعني حدا يجي يحكي معها تجي تلم شبح جوزة من هون. أيوة صح يا جماعة ما حد يكلمها بقى وتخلصونا. أنا هكلمها. نعم وانت معك رقمها منين ان شاء الله يا سي صلاح؟ يا سلام لم رد علي يا خي صلاح رد على المدام يا تايجر. ايوه رد يا تايجر خربش وسيطر معك رقمها منين رد علي؟ هرد رد ما هرد اهو. طيب ابدا بلعب في الموبايل كالعاده كده لما صحيت الصبح فعمال بجيب لقيت رقم كده بتاع دوله عربيه وانت عارف اني عاوز اسافر عشان اشتغل وبتاع بطلب لقيتها ايه رحت قافل على طول ساعتها. استنى احسن دي رد طب ايه يا مدام ينفع؟ هات التليفون هات بلا يا ستي بلا يا جدي هات التليفون. خدي معاكي برج العرب. هات يا بتاع دول العرب. موبايل. الو من فضلك يا مدام تيجي تلمي جوزك ها وان شاء الله لما تيجي انا هلمك زي ما انت هتلمي جوزك. اوكي في انتظارك يا حبيبتي. برافو عليك انا كنت اقول لها كده والله. ماشي حسابنا بعدين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ومفتاح البيت. انت ارجل واحد فينا. ايه انا احنا معينينك من زمان ان انت ارجل واحد فينا. قوم افتح الباب. انا بقوم بس نحن ما بصير نحن قاعدين ببيت. غسوا حبيبي قوم افتح. غسوا بهيدي اللحظه مش طالع حسوا بالضبط. هيدا البيت كله اللي بده يقوم يفتح. انا هلا مش قادر. يا جماعه يا مسيو صلاح هيدا ما في منه امل بعرفه انا. افتح الباب. انا هتجنن قوم افتح الباب فعلا. وايه اللي منعك؟ الدكتور منع عشان المغص منعني من فتح الباب. قال لي اياك والباب اعمل اي حاجه اياك والباب. انا نفسي افهم حاجه. هو احنا هنتحايل عليكم؟ هو احنا متجوزين رجاله ولا ايه؟ ولا ايه؟ معلش حبيبتي كل واحد يحكي عن حاله. باليز باليز والنبي يا مسيو وديع انت لو قمت فتحت الباب والله ما هيجي جنبك بالقميص ده. اسمع مني ثق فيا. هي قاعده كده ليه؟ اوعي تعملي زيها. انا خايف. الدكتور منعني. شفتوا يا جماعة؟ أنا شفته بعيني يا جماعة.